السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كتبت مرشحات رياضيات للصف الأول المتوسط الجزء الأول الكورس الأول للدور الثاني، طلبوا من عندي مرشحات رياضيات أول متوسط. أخذت من صفحة 8 وصفحة 9 وصفحة 10، يعني مواضيع الحساب الذهني والقوى والصورة العلمية. زين، هسه السؤال الأول، استعمل خصائص العمليات لتحسب ذهنيا. يعطيك هيك سؤال يقول لك 18 زائد 12 زائد 9. هذه يسموها خاصية شنية؟ جمع خاصية تجميع مو جمع، خاصية التجميع. جميع شنو هي خاصية عسل؟ تجميع خاصية التجميع. إذا جاك ثلاث أرقام شو تسميها خاصية؟ خاصية التجميع وذا رقمين؟ خاصية الإبدال. أحسنتي، عافية. هاي عسولة وياكم جاي تقرأ رياضيات أول متوسط، نجحت من السادس للأول. يلا عيني. 18 زائد 12 زائد 9. أقول أفتح قوس. أفتح قوس، هذا الحل. يلا يارا وياها احكي، شو أسوي؟ أنزل ال 18. 18 أفتح قوس. زائد، إي عافية، أفتح قوس. إي زائد 12. عافية. وأخلي 9 خارج القوس. عافية، زائد 9، أحسنتي. يساوي. يساوينا. 18 نجمع زائد 12، خلينا أشرح لهم إياه. إذا جاني هيك سؤال 18 زائد 12 زائد 9. هنا 18 زائد 12 نجمعهن ايش قد؟ 30. 30 زائد 9 يعني نقول 30 زائد 9 ايش قد يا رب؟ 39. 39، أحسنتوا. هذه أول وحدة. ثانياً يقول لك 37 زائد 44 زائد 6. شو أسوي هنا عندي؟ هم نفس ال اعطيني القلم الأزرق. ما الأزرق يمك. عندي بس الأحمر والبرتقالي. وين راح القلم؟ هذا أسود. شلون يمك؟ والله. يلا عيني. 37 زائد 44 زائد 6. ايش اسوي؟ انزل ال 37. 37 زائد افتح قوس. عافية. واقول 44 زائد 9. 6 مو 9. 6 مو 9. انتبهي عليها. زائد 6. هاي شو يسموها خاصية شنية؟ الإبدال. هذه خاصية الجمع. تجميع. تجميع. قلت لكم إذا ثلاث أرقام خاصية شنو؟ تجميع. وإذا رقمين؟ الإبدال. بدل. يعني لنزل 37 زائد نجمع 44 و6 ايش قد؟ 4 زائد 6 10 0 و1 و4 5 إذا ايش قد؟ 50 مو؟ 50. زين هسه نجمع 37 و50 0 زائد 7 7 و5 زائد 3 ايش قد؟ 8 إذا 87. هذه يسموها خاصية شنو؟ تجميع. خاصية التجميع. زين إذا جاني هيك سؤال 9 زائد 11 هاي يسموها خاصية شنو؟ الإبدال. أقول 11 زائد 9 يطلع لنا 20. 11 زائد 9 يساوي لنا 20. هذا السؤال الأول ألف، النقطة الأولى والثانية والثالثة. عسولة هاي خاصية شنو؟ التجميع. وهذه خاصية شنو؟ الإبدال. زين هسه هاي المرشحات اخذوا لها سكرين. يلا اللي دور ثاني يستفاد من هذه المرشحات. هات السؤال خليها يمك احتفظوا بيها. يلا عندي هذا المثال، اشترى يوسف 6 صناديق عصير يحتوي كل صندوق على 24 علبة. استعمل خصائص العمليات لتجد كم علبة عصير اشترى يوسف. اريد خصائص العمليات. يوسف اشترى 6 صناديق عصير كل صندوق 24، يعني شو اسوي؟ اقول 6 في 24. ورده ورده يارا، 6 في 24، احسنتي. اقول لحظه، 6 في 24 هسه. يلا كملي عالسؤاله. اقول 6 في وافتح قوس. اي اقول 24 شو اسوي لها؟ اجزئها، مره يعني اضربها ب 20 ومره اضربها ب 4. لحظه، اول مره 20
شو نقول يعني الأربعة وعشرين منين جاية؟ 20 زائد 4. أحسنتي. شوفوا أمي قايل لك 6 في 24، منين جبت من السؤال 6 ضربتها ب 24؟ مرة ضربها ب... يوسف اشترى 6 صناديق عصير، كل صندوق 24 ضربه 6 في 24. هسه جتني هيك مسألة أريد أحلها، شو نقول؟ نزلت ال 6 في ال 24 منين جاية؟ 20 زائد 4. ال 24 منين جاية؟ مو 20 زائد 4 24. هسه الخطوة الثالثة شو أسويها على السولة؟ مرة أضربها بال 6، مرة أضربها ب 20، ومرة أضربها ب 4. وردة، يعني نقول 6 في 20 زائد نفتح قوس 6 في 4. أقول لحظة انتظري، 6 في 20 وبعدين 6 في 4. 6 في 20 الصفر ينزل، 2 في 6 12 زائد 6 في 4 24. 24 نجمع مع 144 الناتج. عفية، 0 زائد 4 4، 2 زائد 2 4، والواحد ينزل، طلع لنا 144. هذا فرع ب. نجي ناخذ سؤال، يا هو سؤال الثاني ألف، هاي مالت القوى. احسب كل مما يأتي، أي هذا وين الأساس؟ الأساس هذا والأس الفوق. عسل وين الأساس؟ الثمانية والأس فوق واحد. أحسنتي، كل أساس الأس مالتها واحد يرجع العدد نفسه، يعني صوتك نصصي وعلى كيفك حبيبتي لا تستعجلين. ثمانية عسى ما مليون، أس واحد مليون، ثمانية أس واحد ثمانية، تسعة أس واحد تسعة، عشرة أس واحد عشرة، خمسة أس واحد خمسة. يعني شنو شفتهمتي؟ شرحينا يا عسولة افتهمتي، يعني أي عدد أس واحد يرجع العدد نفسه. وردة، تسعة الصفر إيش قد عسولة؟ واحد. أحسنتي، كل عدد عدد أس صفر واحد. ما خلي صفر، خلي واحد. يا رفتهمتي؟ وردة، أربعة أس ثلاثة شنية؟ نحسبش كم أربعة أس ثلاثة؟ ثلاث أربعات. ثلاث أربعات هاي نقطة. أي. يعني شنو ضرب؟ أي. أربعة في أربعة 16 في أربعة 64. أحسنتي، 64 تمام. 81 هذه نجزئها يعني نحللها. أي. زين هي شوفوا ال 81 خلينا أحللكم إياها على لا صفحة. لا خليها لا نشرح. لا لازم نحللها. اكو انتي تجوز تعرفين طالب طلاب ما يعرفون الواحد وثمانين من جاية. ناخذها على ثلاثة، ثمانية كم ثلاثة؟ بيها اثنين. ايش قد يبقى؟ اثنين. اثنين واحد وعشرين على ثلاثة سبعة. سبعة ناخذها على ثلاثة، تسعة وعشرين على ثلاثة تسعة. ناخذها على ثلاثة، تسعة كم ثلاثة؟ بيها ثلاثة. اي ناخذها على ثلاثة، ثلاثة كم ثلاثة؟ بيها وحدة. إذا إيش كم وحدة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. أربعة. إذا شو نقول؟ ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، يعني أربع مرات ثلاثة يطلع لنا ثلاثة أس أربعة. أحسنتي، ثلاثة أس أربعة. هاي عدي الألف. أي. الألف مين جاية الألف؟ من عشرة. عشرة في عشرة في عشرة في عشرة في عشرة عشرة أس ثلاثة. هنا نجمة بكيفكم شو تسوون؟ نقاط. عشرة أس ثلاثة. ليش صارت عسولة عشرة أس ثلاثة؟ لأن ذني عندنا ثلاث عشرات فأقول عشرة أس ثلاثة. وردة، زين هاي عد الستة وثلاثين منين جاية؟ من ستة في ستة. ستة في ستة ويساوي لنا ستة أس اثنين. أحسنتي، كل زين. عسولة جاي تقرأ للأول، جاي تقرأ بالعطلة وشطورة. احتفظي بيها خليها يمك. هسه اكتب كل عدد على الصورة العلمية. هنا عدي صورة علمية. هسه اخذت شنية؟ الحساب الذهني والقوة. وهسه ايش عدي؟ هسه الحساب الذهني. اخذنا الحساب الذهني. الصورة العلمية. احسنتي، الصورة العلمية. زين 5000. 5000 اكتب كل عدد على الصورة العلمية. طبعا انا شارح الموضوع لكن هسه اكتب مرشحات. 5 5000 شو نسوي لها 5000؟ 5 في 1000. احسنتي، 5 في 1000. يا رجاي تفتهمين حبيبتي؟ خمسة في ألف، يلا شاركوي عسل، يلا خمسة الألف في شقد؟ في عشرة. عشرة أس شقد؟ عشرة أس أربعة. ثلاثة 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 صفارة. انتي هاي استعجالك جاي تجاوبين خطأ، لا تستعجلين. احسبش كم صفر؟
يلا عسل شرحي لي 5000، يقول لك اكتب كل عدد بالصورة العلمية، شو شرحي لي اياها؟ اقول 5000 يساوي ان اقول انزل 5، اقول 5 في 1000 اي ايوه يساوي ان 5 في 10 اس 3، منين جبت ال 3 من ال 1000؟ اي يعني 3 اصفار عندي هنا 640000، شو اقول؟ اقول 64 في ايش قد؟ احسب ايش كم صفر 1 2 3 4 اذا شنو؟ 10000. احسنتي 10000 هاي في ويساوي ان انزل 64 في 10 اس ايش قد؟ اس احسب ايش كم صفر؟ احسب ايش كم صفر؟ 4 4 احسنتي احكي يا رأي. زين من بين ماشي زين. هسه اجى سؤال الثالث يقول تبلغ المسافه بين الارض والشمس 150 مليون كيلو متر تقريبا، اكتب هذه المسافه بالصوره العلميه للعدد. 150 مليون اذا 150 والمليون ايش كم صفر؟ 1 2 3 4 5 6 150 مليون. يلا يا رب يقول يساوي لنا نضرب ال 15 عافيه في 10 مليون. احسنتي 1 2 3 4 5 6 ويساوي ان انزل ال 15 في 10 اس ايش قد؟ نحسب ايش كم صفر؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 كيلو متر. تمام زين. هسه نجي نجي على السؤال فرع باء، احسب كل مما ياتي. سبعة تربيعها، يلا عيني، سبعة تربيعها يعني ايش قد؟ سبعة تربيعها مرتين سبعة، سبعة في سبعة يساوي لنا 49. 49 ها هيجي اذا جاكم هيك سؤال. 10 اس 6 نقول 10 في 10 ست مرات، في 10 في 10 في 10 1 2 3 4 5 في 10 ويساوي لنا واحد نزل ايش كم صفر؟ 1 2 3 4 5 6 اذا مليون. 4 5 6 زين. السؤال الرابع يقول استعمل خصائص العمليات 12 زائد 41. 12 زائد 41 هاي خاصيه يسموها الابدال. اذا اقول 41 زائد 12. 41 زائد 12 2 زائد 1 3 واحد زائد أربعة خمسة إذن 53. 21 زائد 3 هاي خاصية التجميع، هاي خاصية الإبدال. التجميع راح يعني نقول نوزع، نقول 21 زائد نفتح قوس 33 زائد 9 يساوي لنا أنزل 21 زائد 33 و 9 9 و 3 9 10 11 12 1 و 3 4 21 زائد 42 3 2 زائد 63 4 63 2 زائد 1 3 و 4 زائد 2 6 63 10 في 14 في 3 شو اقول؟ 10 في هنا 14 نضربه ب 3 ويساوي لنا 10 في 14 في 3 3 في 4 12 3 في 1 3 1 4 ويساوي لنا الصفر ينزل 42 تنزل اذا 420 زين. هنا 15 في 3 يعني شو نقول؟ هذا 13 في 5 خاصية الإبدال. نقول 3 في 5 15 3 في 1 3 1 4 يعني هيك تسووها خاف ما تعرفون عمودي. 5 في 3 15 و5 في 1 5 5 في 1 5 1 6 اذا هاي 65 65 15 في 3 الضربون 5 في 3 15 5 1 باليد 5 في 1 5 1 6 65 زين. هسه بقت لي فرع باء، بس فرع باء مرشحات جدا مهمات. اكتب الاعداد بالصوره العلميه والرقميه. 24 في 10 اس 6 هنا نقول 24 في ايش قد ال 10
نحسب ايش كم صفر؟ 6 صفارة، يعني مليون. 2 3 4 5 6 ويساوي ننزل ال 24 ونحسب ايش كم صفر؟ 6. 1 2 3 4 5 6، اذا صار عندي العدد 24 مليون. ناخذ 13 في 10 اس 3 يساوي لنا، اضرب 13 في ال 10 اس 3 ايش قد؟ 3 صفارة، ويساوي لنا انزل ال 13 وهنا نحسب ايش كم صفر؟ 13000. زين 135 هنا ايش كم صفر؟ 1 2 3 4 5 6 مليون و350 الف. فايش اقول؟ نقول 135 في ايش كم صفر؟ 1 2 3 4 اكتب 4 اصفاره، ويساوي لنا 135 في 10 اس ايش كم صفر؟ 4. احسنتي. زين هنا عندي 51، نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8، فنقول 51 في 100، هاي 100 مليون مو؟ اي 100 مليون. 1 2 3 4 5 6 ها، ويساوي لنا 51 في 10 اس 8 8 صفارة. هاي عيني المرشحات المهمات. ان شاء الله تستفادون من هذا الفيديو اللي طالع اكمال بالدور الثاني، وان شاء الله التوفيق.